خساره ثالثه ليفربول على التوالي، خساره ثالثه عشان يورجن كلوب يعاد الرقم براندون روجرز مدرب ليستر سيتي، في ان المدرب الوحيد في تاريخ ليفربول اللي بيخسر ثلاث ماتشات ورا بعض علشان خاطر الامور تعقد بالنسبه لليفربول اكتر واكتر، وفجاه لمسوا نفسهم بنفس المركز الرابع مع تشيلسي ومع ايفرتون. مبدئيا انا اسمي اسلام حنفي ودي قناه اسمها بتاع تكتيك، مش تخسر حاجه لو الفيديو عجبك اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك وانزل اكتب تحت في الكومنتات قول اللي انت عايزه. النهارده براندون روجرز بيقرر ان هو يلعب بال 4-2-3-1 قدام فرقه زي ليفربول، طبيعي ان هو هيديها شكل دفاعي اكتر من شكل هجومي، لان براندون روجرز في الماتشات اللي قدام ليفربول ما بيتحسبوش ليه الماتشين اللي رايح واللي جاي، لان كده كده الراجل بيخسرهم قدام ليفربول دايما، فالراجل عنده خوف غير طبيعي من يفتح مباراه قدام ليفربول، فبيحاول ان هو على قد ما بيقدر يضيق المساحات، على قد ما بيقدر يعتمد على المرتدات اكتر، حتى لو الاستحواذ بتاعنا جوه الملعب يبقى النسبه بتاعتنا ضئيله، بس ماليش دعوه بالاستحواذ، سيب الاستحواذ ليفربول. 4-2-3-1 البرايتون بيرجع، والناحيه الثانيه هيرفي بارنز بيرجع علشان خاطر يسندوا امارتي ويسندوا ريكاردو بيريرا، او علشان خاطر يضيقوا المساحات، وتلاقي ان مفيش عمق لعيبه ليفربول يلعبوا في المناطق الفاضيه في الدفاعات بتاعت ليستر سيتي، علشان خاطر بتلاقي دايما انديدي وبتلاقي يورو تيلمز مقربين جدا لبعض، وبتلاقي ان المتاح لهم ان هم يعملوا هجمات، زيادات من البرايتون اعتماد على سرعاته، زيادات من هيرفي بارنز اعتماد على سرعاته، بينيات بتتلعب لهم من لعيب زي جيمس ماديسون، وطبعا مع زيادات وانطلاقات جيمي فاردي. هتقول لي طب الشغل ده كان بيأثر على حاجه الشوط الاول؟ اه هو بصراحه اثر على ان الفرقه راحت بمفردين الشوط الاول، واحد جيمي فاردي بيحطه في العارضه، والتاني يورو تيلمانز بيشوطها في اليسون، اظن طول كده اليسون بيتألق قدام يورو تيلمانز. وطبعا ليفربول شغل اللي هو 4-3-3، بنحاول ان احنا اغلب الوقت نكون عندنا سيطره غير طبيعيه على الكوره، بنحاول ان احنا نلعب على الاطراف، وبنحاول ان احنا نستغل مهارات محمد صلاح السنه دي في الفينش، وان الراجل بقى فينشر عالي جدا جدا جدا، ولقطه الهدف الاول تقول لك محمد صلاح السنه دي فين في لعيبه ليفربول، لان الراجل بعيد عن هو هداف الدوري 16 هدف، وبعيد عن الراجل سابق كتير جدا زمايله في ان هو بقى عنده ثقه غير طبيعيه في اللمسه الاخيره مع ساديو ماني، اللي هو السنه دي تحس ان ساديو ماني كل شويه كل ما يجيب فورمه يصاب، كل ما يجيب فورمه تحصل له حاجه، اما فيرمينيو ففيرمينيو ادي بيخبط شويه ما تعرفوش هو سيء او جيد، فتلاقي ان ليفربول الشوط الاول بيعمل خطوره عليك، تلاقي ان ليفربول برده كالعاده زيادته الهجوميه من ناحيه الباكين، وبتلاقي ان ليفربول برده هو الشغل بتاعه بتاع السنه اللي فاتت بتاع السيطره، وان احنا بنلعب بعرض الملعب وكل ده في الملعب زي الفل، علشان خاطر كل الشغل التكتيكي بالنسبه للاثنين مدربين حاجه بتبقى طبيعيه جدا جوه الجيم، ان الاثنين شغالين من بره على الخط، وكل واحد الفرقه بتطبق الشغل اللي هو كان رسمه من البدايه، بس كل ده بينتهي امتى؟ لحظه الاخطاء التي لا تعوض، ودي الاخطاء اللي بتيجي في مراكز ما ينفعش ان حد يصلحها، زي مثلا حارس المرمى، يعني مثلا ما ينفعش انك تكون كسبان النهارده ليستر سيتي بهدف من محمد صلاح حاجه عظمه وحاجه فخمه جدا، وبعدها تلبس هدف في لقطه كانوا بيقولوا ان هي ضربه جزاء، الحكم حسبها ضربه جزاء، بعد كده الفار رجع قال لك لا اصل تياجو عمل فاول على بارنس من بره فنحسبها فاول، وجيمس ماديسون يلعبها ويتم احراز الهدف الاول، وبعدها بخمس دقائق تلاقي ان اليسون بيكر رجعت له الحاله بتاعت انا عايز العب برجلي، هو يا ابني انت ما بتعرفش تلعب برجليك، يعني اوزان ماشي الكره هتكون ورا اوزان، طب اتكلم معاه، طب زعق له، طب اعمل اي حاجه، طب سيبه يا عم هو يتصرف فيها قدام جيمي فاردي او قدام بارنز، يا عم سيبه هو يتعامل، انت مش جايب مدافع، سيبه هو، لا انا هطلع واخبط انا وهو ونخبط في بعض، والكره تيجي لجيمي فاردي علشان خاطر نلبس الهدف الثاني. بعد الهدف الثاني قالوا ليفربول خلاص خرجت بره الجيم، موضوع شغل تكتيكي والشغل اللي بيتقال من بره والتغييرات وفكره ان يورجن كلوب بيحاول يغير، خلاص الموضوع خلاص، حاسس ان في سوء توفيق النهارده، حارس المرمى بتاعي بيغلط غلطات عبيطه، خلاص هنرجع في الجيم ازاي؟ علشان كده برضه نفس اليسون بيصد واحده قدام جيمي فاردي، علشان قبل ما تجيب الهدف الثالث تلاقي ان والله يا جماعه طب ما اليسون شغال اهو، نرجع بقى نحاول نرجع في الجيم، بعد كده تلاقي ان انت لبست الهدف الاول عن طريق هيرفي بارنز عشان خاطر تلاقي المباراه خسرت تماما ليفربول وماتت. هتقول لي القصه فين؟ قصه تألق من براندون روجرز وخبرته في التعامل مع ليفربول؟ قال لك اطلاقا، الراجل ما كانش عنده اي مانع ان هو يطلع تعادل مع ليفربول، الراجل كان ناسي له وش وضهر، المهم ان انا ما اخسرش النهارده وما اخسرش المركز الثالث قدام ليفربول، طب تمام يعني ايه اللي حصل؟ اليسون ما انا بقول لك من اول الفيديو في مراكز ما ينفعش انك تعوض غلطها، اليسون الراجل بسم الله ما شاء الله ملبسك الهدف الثاني، بعد الهدف الثاني خلاص الفرقه ماتت يابا ذهنيا وبدنيا وكل حاجه، خلاص هم ركزوا على انه خلاص احنا اتغلبنا النهارده، وده اللي حصل فعلا جوه الملعب. هتقول لي طب ما اليسون المفترض يقعد على الدكه زي الجزمه الماتش الجاي؟ هقول لك سيبك من التصريح بتاع سيموني مانيولي بتاع السنه اللي فاتت بتاع اليسون اللي جاب جول في نفسه هيلعب اساسي، بس اليسون الفتره دي ما ينفعش يقعد، انا داخل على مباراه ليسبيك في دوري ابطال اوروبا، بعد كده داخل على مباراه ايفرتون في الدوري، وبعد كده مباراه شيفيلد، بس مباراه ايفرتون هي اللي هتحدد الفرقه رايحه فين، هتنافس على الرابع وتطلع فوق تاني ولا هتنزل تحت خالص وتدور على ان ليفربول ممكن يلعب اوروبا ليج، وتلاقي ان الدنيا بالنسبه للموسم يورجن كلوب مش مظبوط في حته ان الراجل يقعد اليسون، هي مش متاحه الفتره دي،
حته ان محمد صلاح هو هداف الدوري وحاجه بالنسبه لي تخليني سعيد جدا، ابن بلدي ومتالق وهداف دوري. اما حته ان ليفربول خسران فدي حاجه انا فرحان ومبسوط جدا بيها، بس بصراحه بيصعب عليا اليسون بيكر لان الراجل حارس عملاق جدا، بس عنده مشكله كبيره جدا، انت مش مانويل نوير ولا ادرسون مرايش، انت عندك امكانيات خاصه بيك تحت العارضه، عملاق كوره عرضيه بتعرف تطلع تاخدها، مثال جدا في حارس المرمى، كوره عاليه بتطلع، كوره على الارض بتطلع، ما عندكش نقطه ضعف كحارس مرمى، ما تحاولش تلعب برجليك، ما تفتيش، ما عندكش الملكه، ما خلاص ما تجربش تلعب برجليك، سيبهم يعملوا اللي هم عايزينه كاليسون وكمانويل نوير وخليك كنوير وكادرسون اسف، وانت خليك كاليسون بيكر شغال تحت العرض بس. اول موسم حاولت تعملها وتلعب من تحت فشلت وتم احراز هدف فيكم، بعد كده يورجن كلوب شدك وخفت الموسم ده، اتمنى ان خلاص يعني حته ان انت تحاول تطلع كتير عشان خاطر تغطي المساحات اللي هيسيبها زمايلك المساكين، لا خلاص سيبهم بقى يعملوا اللي هم عايزينه. والله بعوده يا فان دايك كنت مغطي حاجات كتير والله. لو الفيديو عجبك اعمل لايك، لو ما عجبكش اشتم براحتك.